دعاؤه عليه السلام في المعونة على قضاء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي ويحار في ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارستي شغلي، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكري وشغل الدين وسهري. فصل على محمد وآله وأعذني منه، وأستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ومن تبعته بعد الوفاة. فصل على محمد وآله وأجرني منه بوسع فاضل أو كفاف واسع. اللهم صل على محمد وآله واحجبني عن السرف والازدياد، وقومني بالبذل والاقتصاد، وعلمني حسن التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير، وأجر من أسباب الحلال أرزاقي، ووجه في أبواب البر إنفاقي، وازو عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا إلى بغي أو ما أتعقب منه طغيانا. اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر، وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك الباقية، واجعل ما خولتني من حطامها وعجلت لي من متاعها بلغة إلى جوارك ووصلة إلى قربك وذريعة إلى جنتك، إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.